بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والرضوان على أمهات المؤمنين وعلى الصحابة أجمعين وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. التجميع بالعشرات والمئات حلول الأنشطة من دفتر الأنشطة، وهو الدرس 17. أتمرن أرفق التفكيك بالعدد المناسب، أرفق التفكيك بالعدد المناسب. أثناء العدد 500 وزائد 6 زائد 90، إذن هذا العدد لما أثناء 500 خمسة في المئات، أثناء هذا العددين فيهم خمسة في المئات، أثناء في الوحدات 6، هذا العدد لو يوجد فيه في الوحدات 6، هذا العدد لو يوجد فيه في الوحدات 6، وهذا كنا من قبل شطبناه. إذن هذا هو التفكيك المناسب لهذا العدد، هذا هو التفكيك المناسب لهذا العدد. العدد 900 زائد 1 زائد 30، إذا هذا في المئة 9، في المئة 9، هذا في المئة 3، وهذا في المئة 1، عدنا 9 في المئات. إذا هذا هو التفكيك المناسب، نصطب العددين الغير مناسبين. العدد 600 زائد 4، هذا العدد في 6 في المئات، هذا لا يوجد فيه، إذا نلغيه. هذا كذلك في 6 في المئات. ننتقل إلى الوحدات، هنا في الوحدات عندي 4 وهنا في الوحدات عندي 0، إذا ألغي هذا العدد لأنه رقم الوحدات هنا 4. أكتب العدد المناسب لكل تفكيك. هنا العدد 5 ضرب 100، معناتها في المئات يوجد العدد 5، في المئات هنا يوجد العدد 5، عفوا 5، خمسة ضرب مئة. في العشرات عندنا 7، في الوحدات كم يوجد عندنا؟ 3، إذا 573. العدد 8 ضرب 10 زائد 6 زائد 6 ضرب 100 زائد 5. لاحظوا عندنا في المئات 6، الوحدات عندنا 5 و 6، إذا عندنا 11 وحدة، 11 وحدة معناتها فيها أو 11 وحدة فيها واحد وحدات وواحد نحتفظ به في العشرات. شحال عندنا هنا في العشرات؟ 8، 8 زائد 1 إذا يساوي 9، إذا عندنا 9 عشرات، هنا عندنا واحد وحدات وتسع عشرات وست مئات، وست مئات، إذا هذا هو العدد 691. 691، 691 هكذا. العدد 9 ضرب 100، إذا عدنا في المئات 9، عدنا في المئات 9، زائد 8 ضرب 10 في العشرة 8 زائد 5، إذن هذا العدد هو 985. 985. أعتذر أحيانا يعني نكون نقرأ ونكون مركز مع التمرين، ربما قد أقلب أو أخطئ في قراءة العدد. أن 4 ضرب 100 زائد 6 ضرب 10 زائد 4، إذن هنا رقم المئات هو 4، رقم العشرات هو 6، ورقم الوحدات هو 4. أكتب بهذا الشكل فقط، يعني اللي معقد شوية هنا هو كان هذا التمرين. 800 وحدة هي كم عشرة؟ جدول الوحدات هو ربما الذي يكون أكبر من جدول جدول الوحدات، أصغر من، ولا نقولوا خانة الوحدات أصغر من خانة العشرات، لأن الوحدة أصغر من العشرة. لكتابة إذن أي عدد في الجدول، أعزائي التلاميذ شوفوا معي، ما هو يمن هذا العدد؟ صفر، نكتبه في الوحدة اللي طاح، ها هي صفر، نكملوا العدد كما ها. ما هي إذا طلب أن أزيد عدد العشرات، عدد العشرات، وين خانة العشرات؟ هذه هي خانة العشرات، إذا أقوم بإخفاء كل ما يوجد خلفها، ها أنا الآن أخفيت كل ما يوجد خلف خانة
العشرات. لاحظوا كيف أخفيه هكذا. وش بقى لي؟ بقى لي 80. بقي لي 80. إذن 800 وحدة ماذا تساوي؟ تساوي 80 10. 800 وحدة هي 80 10. الآن 500 كم يوجد فيها من 10 أعزائي التلاميذ؟ كذلك نستعمل الجدول. استعملوا الجدول، ربما أفضل طريقة لاستعمال الجدول هذه هي أفضل طريقة لاستعمال الجدول كما راني علمتكم أعزائي التلاميذ. هذا هو الجدول. 500 500 أعزائي 500. ما هو رقم يمين هذا العدد؟ هو الصفر. شوفي ها يمين هذا العدد هو الصفر. أكتبه في خانة المئات. ها الصفر نكتبه في خانة المئات ومن بعد نكمل نكتب بقية العدد كما طلب مني أن أجد عدد العشرات فيها. وين خانة العشرات؟ هاي خانة العشرات هذه، معناتها راح نحول من الخانة الكبيرة للخانة الصغيرة. ماذا أضع؟ أضع صفرا. إذا 500 هي 510. 510 510. الآن 206. 216 كم توجد فيها من وحدة؟ أحول من أنا أحول هنا من الخانة الكبيرة إلى الخانة الصغيرة. 216 كم توجد فيها من وحدة؟ إذا 116 210. عندنا هنايا 6 يمين هذا العدد، والخانة ولا المرتبة اللي عطاني هي مرتبة العشرة. نكتبوا 6 في مرتبة العشرة ثم نكمل بقية العدد كما راه مثل ما هو مكتوب. أقوم فقط بحمله ووضعه هنا، أنسخه هنا، أنسخه هنا. إذا طلب مني أن أحولها إلى خانة الوحدات. أين هي خانة الوحدات هاي؟ إذا أحول من الخانة الكبيرة إلى الخانة الأصغر، منها أضع أصفارا حتى أصل إلى تلك الخانة. إذا 216 تساوي 2060 وحدة. 2060 وحدة. 2060 وحدة. ما هي ذي؟ أكتبها لكم. 2060 وحدة. بقيت لي الأخيرة 610 وحدة. كم توجد من 10؟ هنا أنا أحول من الخانة الكبيرة إلى الخانة الصغيرة، أو عفوا من الخانة الصغيرة إلى الخانة الكبيرة. إذا 610 وحدة. ما هو يمين العدد؟ هو الصفر. المرتبة اللي عطاهاني هي مرتبة الوحدات. نكتب صفر في مرتبة الوحدات ثم نكمل كتاب بقية العدد كما هو. أنا أحول من وحدة، طلب مني أن أزيد عدد العشرات فيها. إذا أنا أحول من وحدة صغيرة إلى وحدة أكبر منها. ما كل ما يجب علي فعله أن أقوم بإخفاء هذا، أقوم بإخفاء عفوا هذه المنزلة، المنازل التي تكون أصغر من المنزلة اللي عطاهاني. منزلة العشرات هي غير الوحدات، المنزلة أصغر منها. إذا بقي لي العدد 61. إذا 610 وحدة هي 61 10. 61 10. هكذا. الآن رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. إذا أرتبها ترتيبا تساوي. لاحظوا معي، نقرأ الأعداد. لترتيب الأعداد هذه يجب علي أن أولا أن أحسب عدد أرقام كل عدد. هذا العدد في ثلاث أرقام، هذا في ثلاث أرقام، هذا كذلك في ثلاث أرقام، وهذا كذلك في ثلاث أرقام. إذا بما أن هذه الأعداد كلها متساوية الأرقام، نبدأ نقارن. والمقارنة دائما أعزائي التلاميذ بماذا نبدأ؟ باليسار. نبدأ باليسار. هنا هنا هذا اليسار 9، واليسار هنا 8. أيهما أكبر؟ 9 من 8، 8 أصغر. إذا هنا أرتب من
الأصغر إلى الأكبر، أرتب ترتيبا تصاعديا، آخذ الرقم الأصغر ونرده نعقل عليه، أضعه في رأسي، أحتفظ به في رأسي. 8 أقارن بالعدد الذي يأتي بعده 3، أيهما أصغر 8 أم 3؟ 3 أصغر، إذا أحتفظ بالثلاثة. وأقارن 3 مع العدد الذي يأتي بعده 6، أيهما أكبر 3 أم 6؟ 3 أصغر من 6، إذا هذا هو أصغر عدد. 364 هو أصغر عدد، 364. 364 خلاص انهيت معه. الآن نبقى للأعداد 9، 963، 802. أقارن 9 مع 8، أيهما أصغر؟ 8 أصغر، إذا أحتفظ ب8 وأقارنه مع 6. 6 أم 8 أصغر؟ 6 أصغر، إذا هذا العدد هو الأصغر. إذا 656 أكتبه هنا، 656. أنهيت مع العدد الثاني، نروح نقارن بالعدد الثالث. 9 مع 8، 9 أكبر و 8 الأصغر، إذا مباشرة أكتب هذا العدد الذي رقم يساره 8، 802 هنا، ولم يبقى لي إلا العدد الأخير، إذا هو 963 الذي رقم يساره 9، 963. بهذا أكون أكبرت، يعني رتبت من الكبير إلى الصغير. أكمل كما في المثال، عدنا المثال 816، لاحظوا 800 زائد 10 زائد 6، إذا فكك تفكيكا نموذجيا، المئات كتبها لوحدها، والعشرات لوحدها، والوحدات لوحدها. أنا كذلك أقوم بما قام به هو، والأفضل أن أستعمل الألوان. أنا هنا أشرح لكم بعجالة حتى لا يطيل ربما الشرح ويمل التلميذ. إذا نكتب المئات لوحدها، 400 زائد 40 زائد كم؟ زائد 4. هذا هو الشرح أول تفكيك. هنا عندي 900، إذا نكتب المئات لوحدها، 900 زائد العشرات كم عندي هنا؟ عندي 3 عشرات، إذا 30 زائد الوحدات كم توجد عندي من وحدة؟ وحدة واحدة، رقم الوحدات وليس عدد واحد. هنا 602، إذا رقم المئات 6، إذا هنا عندي 600 زائد كم 10؟ زائد 0 10، زائد كم وحدة؟ زائد 2، عدد الوحدات 2. هنا عندي 798، إذا رقم المئات هو 7، إذا عندي 700. هنا عدد العشرات هو 9، إذا عندي العدد 90، وعدد الوحدات هو 8، إذا أو رقم الوحدات هو 8، إذا 700 زائد 90 زائد 8. أوجد الأعداد الداخلة، عندنا الأعداد الداخلة هنا 543. لاحظوا معي هنا شحال عندنا، 700 عندنا 300 زائد 30 زائد 40، هنا عندنا 500 هنا 300، إذا هذا عدد من الأعداد الداخلة. عندنا 543، لاحظوا هذا هو الكتابة 543، إذا هذا ليس عددا داخلا على هذين العددين. عندنا العدد 540 ضرب 10 ماذا يساوي؟ نكتب العدد كما هو ونضع صفرا على يمينه، ربما درسوها التلاميذ. 540، 45 ضرب 10، نكتب العدد كما هو نضيف صفرا على يمينه، إذا 54 ضرب 10 تساوي 540، لما أضيف لها 3 كم تصبح؟ تصبح 543، إذا هذا ليس عددا داخلا. عندنا 45 ضرب 10 ماذا يساوي؟ يساوي 540، أكتب العدد كما هو وأضيف صفرا على يمينه، زائد 3 يساوي 543، زائد 4 ضرب 100، نكتب العدد كما هو ونضيف صفرين على يمينه، أو عدنا 400، إذا 540 زائد 400 يساوي 940، لما نضيف لها 3 تصبح 943، إذا هذا كذلك عدد دخيل على هذه الأعداد. شكرا أعزائي التلاميذ على المتابعة، في أمان الله.